طيب في جملة مهمة جدا محتاجين نفهمها، لكن خلونا الأول نرحب بدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية. دكتور رضا، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، بحيات حضرتك والسادة المشاهدين. دايما يا دكتور بيبقى عندنا السؤال الأهم عن المحاصيل الاستراتيجية، إزاي الدولة بتؤمن الكميات المزروعة محليا من هذه المحاصيل؟ طبعا معروف أنه بيفضل فيه جزء استيراد لهذه المحاصيل، لكن إزاي على الأقل إزاي الدولة بتقوم بدورها في تأمين الجزء الأكبر محليا؟ في بداية حواري مع حضرتك، بس نستغل الحوار مع حضرتك ونهني إخواننا المزارعين بعيدهم. طبعا. أول حاجة أولا طبعا كل سنة وكل المزارعين المصريين بخير. طبعا كل إخواننا المزارعين بكل خير يا رب، لأن يعني طبعا المزارع المصري ده أهم محور من محاور ملف الأمن الغذائي، وإزاي نوفر حياة آمنة وكريمة اللي بينادي بها فخامة الرئيس. فهو أهم محور من محاور ملف الأمن الغذائي إخواننا المزارعين، ده رقم واحد. قبل ما نتكلم في على الرغم من التحديات الموجوده اللي بقى لها كام سنه بلازمانه من جائحه كورونا، من ثغرات وتقلبات مناخيه، واخيرا الحرب الدائره بروسا واوكرانيا، كل ده طبعا بيأثر اكبر قطاعات على مستوى العالم الا قطاع الزراعه، متأثر بالتغيرات والتغيرات بنتكلم اللي بيحصل في الفتره الاخيره. على الرغم من التحديات ديت الا الملف في القطاع الزراعي له الحمد لله انجازات ما حصلتش من سنين طويله. إيه على اول الملفات او من اهم الملفات طبعا اللي بتشغل الفكر وبيحوز اهتمامات فخامه الرئيس المحاصيل الاستراتيجيه، وعلى راسهم طبعا القمح رقم واحد. إيه الحمد لله يمكن ماشيين بخطى ثابته وخطى مدروسه ورؤيه، طب وفق رؤيه مثلا 2025 2030 ازاي نحقق بالهدف والتارجت اللي احنا بنشتغل عليه الفترتين دول، سواء 2025 و2030 ان شاء الله. الحمد لله يمكن لحد وقت قريب بالنسبه نمسك مثلا محصول زي القمح. بفضل ربنا سبحانه وتعالى يمكن بقى لنا يمكن من سنه 2014 بنتكلم في 3.3 مليون فدان، السنه دي لحد السنه اخر احصائيه السنه اللي فاتت كانت 3.650,000 فدان. فالحمد لله الزياده ديت متمثله بتزيد سنه بعد سنه، السنه الجايه. ده حلو قوي يا دكتور، انا تحديدا عاوز اسال حضرتك ايه اللي بيقدم للفلاح في مقابل ما يقدمه الفلاح فعلا من مساهمة حقيقية في الأمن القومي الغذائي؟ يعني إيه التسهيلات اللي حضرتك تقول إنه ضروري جدا إنه يحصل عليها الفلاح المصري، ده حقه؟ إيه الظروف اللي إحنا نتمنى تكون أفضل ليه في العام القادم وإحنا بنحتفل في عيد الفلاح؟ هقول لسعد بدء ذي بدء النهارده بنتكلم على النهارده وزير الزراعه، معالي وزير الزراعه لما يجي نتكلم في قرار تاريخي ما حصلش من سنين، ويجي نعلن عن سعر توريد القمح النهارده قبل زراعه القمح بشهرين، ده يعتبر انجاز. يعتبر حاجه يعني احنا السنه دي ما حصلتش، ده بتشجع الساده وخلي المزارعين يعني ان هم يبتدوا يحوس فكرهم قبل ما يزرع ان شاء الله، عارف السعر اللي هيبتدي يورد عليه، حاطين له 1000 جنيه مبدئيا، ده سعر ضمان مش هيقل عن كده. ده حلو قوي، وده سعر عادل اكيد، والا ما هي مش هيتشجع يزرع. بيطلب كتير عليه من اكتر من جهات معنيه عشان تقدر توصل للسعر اللي يبقى فيه هامش ربح يوصل بيه المزارع، عشان نقدر نشجعه على زياده مساحات كل سنه عن السنه اللي قبلها. ده مش كده وبس، لا ده سعر ضمان ما يقلش، ومع اعتبار ان هو على حسب في وقت التوريد لما يكون في اسعار رميه اعلى ان شاء الله هيكون في تدخل من القياده السياسيه، يكون في تحفيز للتوريد ان شاء الله عشان يقدر يواجه الاسعار العالميه. انا بشكرك، ده في حد ذاته ده رقم واحد. رقم اثنين، النهارده مستلزمات الانتاج الحمد لله الدوله برضه من المقررات السماديه ملتزمه بها بالسعر اللي هو المدعم. ده حاجه رقم اثنين. رقم ثلاثة برضه يمكن ازاي نقدر نوصل التقاوي المعتمدة اللي أصبحت النهارده ملف في منتهى الخطورة بنشتغل عليه بقى لنا فترة، لحد وقت قريب كنا بنعمل تغطية بالتقاوي المعتمدة 28-30%، لحد السنة اللي فاتت كانت 50%، السنة دي باعتبار إن المساحة وارد جدا توصل 4 مليون فدان هنوصل لنسبة 70% تغطية بالتقاوي المعتمدة. يعني إيه تغطية معتمدة؟ يعني ما نخليش المزارع يتقي من عنده، وبالتالي نقدر لما المزارع نوفر له التقاوي المعتمده النقيه اللي المفروض انها بتزود له في محصوله بنسبه طب. 70% السنه دي. وطب وبتضمن الجوده. انا بشكرك يا دكتور، بشكرك. وبيضمن كمان مستوى المحصول فكره التقاوي. دكتور رضا قال ثلاث معلومات مهمين جدا فيما يخص اولا تحديد سعر طن القمح قبل زراعته بشهرين، وده في حد ذاته انجاز كبير. الأهم من ده السعر، أن يكون سعر عادل. دايما احنا بنقول كده أنه الفلاح هو أكتر حد
ذو قيمة في السلسلة كلها، يعني ذو قيمة بيقدم قيمة مضافة حقيقية، لكنه أقل واحد بيكسب. الدولة عارفة كده، والدولة بتجتهد قدر الإمكان إنها تخلي إنه الفلاح أكتر حد يكسب من القيمة المضافة اللي هو قدمها للبلد وللناس، وتقل بقى السلاسل الكتير اللي في النص، كلهم يكسبوا كل حاجة، بس يفضل المكسب الحقيقي والعادل للفلاح المصري.